واروح معاك لسبب سيكولوجي. انا شفت كتير قوي قصص حب مفزعه، يعني زي ما بيقولوا الحب ولع في الدره وسنوات من الحب، وانا شفت ده يعني بنفسي، زملائي واصدقائي بيبقوا من ثانويه عامه قصه حب عدى 8 و9 و10 سنين لكن يتطلقوا في اول سنه، والله وفي بيتطلقوا في اول شهر. تمام. والله بيتطلقوا في اول شهر، ده شيء غريب جدا. فعلا ازاي ايه اللي حصل؟ هل سيكولوجيه المصريين تغيرت مثلا عن ابائنا واجدادنا اللي كانوا بيقعدوا بال30 ولا 40 سنه؟ لا، هو احنا، انت حضرتك عايز تفسير سيكولوجي لفكره ان انا في حاله، في علاقه حب طويله الاجل وخلاص، المفترض ان احنا عرفنا بعض كويس جدا وان احنا تعودنا على بعض وتاقلمنا على بعض، وبعدين بندخل الزواج نفاجئ بان احنا مش عارفين نتوافق ومش عارفين نستطرد في قصه الحب الخرافيه دي. السيكولوجي بيقول ايه؟ علماء النفس درسوا تجربه الوقوع في الحب وعلى رأسهم دورثي تينوف، دي عالمة نفس وخبيرة أو اختصاصية في العلاقات الإنسانية، عملت مجموعة من الدراسات والأبحاث مع فريق بحث كبير عن موضوع تجربة الوقوع في الحب واستمراريته من عدمه وليه الحب بيتغير بعد الزواج مباشرة. فاكتشفوا إيه بقى؟ اكتشفوا من الأبحاث الكتيرة دي في نتيجة واحدة ثابتة وكانت واضحة جدا، أن تجربة الوقوع في الحب عمرها عامان فقط لا غير. لا، ثم هكمل لحضرتك. ليه بقى؟ لأن تجربة، في فرق ما بين تجربة الوقوع في الحب والحب نفسه واستمراريته ونموه. تجربة الوقوع في الحب بيبقى الحب أعمى، البصر غير موجود، فيه اهتياج في العواطف، في فكرة إن أنا ما بشوفش عيوب الآخر، في إن أنا منشغل بالمشاعر الجميلة والنشوة والسعادة والاستمتاع. فالمرحلة دي ما بيبقاش فيها لا بصر ولا بصيرة ولا فيها أي مجهود، أنا طول الوقت بقول لك كلام حلو وأنت بتقولي كلام حلو والدنيا ماشية وإحنا مستمتعين. إيه اللي بيحصل بقى بعد العامين دول ما بينتهوش؟ لأن إحنا نجحنا نمشي سنة. سواء أنا بقى كنت العامين دول جزء منهم في خطوبة وسنة تانية بعد الزواج أو الاتنين بعد الزواج، اللي بيحصل إن أنا لما ببتدي أتعامل مع هذا الشريك أو الحبيب بعد الزواج بيبتدي العين انقضت هذه المرحلة من الانبهار والنشوة، بيبتدي العين ترى العيوب، ابتدي اخد بقلي من نواقص، ابتدي انا محتاج ابذل مجهود عشان انمي الحب ده واحافظ عليه. وطبعا احنا ما عندناش فكره الجهد الثنائي المشترك في العلاقات العاطفيه، بيبقى في دايما طرف مهمل او طرف يبتدي يتراجع. فكل الدراسات اثبتت ان تجربه الحب عمرها عامين، ثم بعد ذلك نحن محتاجون جدا لجهد ثنائي مشترك لملء خزان الحب. خزان الحب ده بيفضى. انت قلت لي كلام كتير حلو واحنا في الخطوبه وروعه البدايات وجمال المقدمات، طيب هعيش عليهم طول العمر؟ حاجه على الراجل شويه، دايما الراجل بيبقى تراجعه في الحب والعاطفه سريع لان دوره الحب عنده قصيره، يعني بتنتهي بسرعه، الدوبامين بتاعه بياخد دورته ويبتدي ايه يسترخي ويبتدي ايه ما يبذلش مجهود. حلو، هنقف عند الحته دي. ليه بقى؟ لان دوره الحب، طب ما دوره الحب دي كانت كبيره زمان، اشمعنى بقى؟ ايه اللي اثرها؟ اقول لحضرتك بقى قبل فيها مسؤوليات. فكره الصياد عند الرجل، الرجل مرتبط به في التاريخ الموروث الثقافي والتاريخي ان هو اعتاد على فكره الصيد، دي مش حاجه وحشه، ان هو دايما بيعمل تمهيد. بيعمل تمهيد حتى في العمل. تلاقيه بيهتم بالمشاريع فاول ما تقع الفريسه وخلاص دخلت عنده في الكومفورت زون بتاعته وهو يامنها ويضمنها، بيبتدي بقى ايه، خلاص انا مش محتاج ابذل مجهود، انا خلاص دي حبيبتي. وبعدين المراه محبره قوي عن الحب والعاطفه، عشان ما فيش بقى رجاله في القعده دي فاحنا هنيجي عليهم. لا ماشي، انا موافق، انا عارف ان لا دي حقائق علميه اكتر. انا لا, لا.